السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله أولى إعدادي، بقى نبدأ مع بعضنا يا أولاد الفاينل ريفيجن لمادة اللغة الإنجليزية طبقا لأحدث المواصفات الجديدة 2023 2024. طبعا في حاجات كده اتغيرت في مواصفات الورقة الامتحانية، فاحنا بقى معانا الفاينل ريفيجن طبقا إيه لأحدث الإيه المواصفات. هننزل يا أولاد حلقات متتابعة للفاينل ريفيجن، فالنهارده ان شاء الله معانا الحلقه الاولى، معانا الاختبار الاول والثاني. هسيب لكم لينك مراجعه اسفل الفيديو، بيكون في نسخه مجابه والنسخه غير مجابه عشان اتدرب عليها في البيت. كمان بذكركم انا هنزل مراجعات فاينل ريفيجن لجميع المواد مش بس الانجليش، تمام؟ بننزل مراجعات لجميع المواد من الصف الرابع الى الصف الايه الثاني الى اعدادي. فيلا بينا بقى نشوف اول اختبار معانا من الفاينل ريفيجن طبق المواصفات الحديثه. اول سؤال بيكون listen and choose the correct answer from A, B, C or D. هنسمع النص وبناء عليه اختار الاجابات الصحيحه. نمبر 1 بيقول لك، يعني اسمعوا مني نص الاستماع. هاني كان فايند هيز بوك. هاني لا يجد كتابه. هي لاست سو ات اون ذا تيبل. اخر مره شافه كان على الترابيزه. هيز فاذر سامي هيلبد هيم تو فايند ديت. بابا سامي ساعده علشان يجده. هي فاوند ديت ان ذا كيتشن. ولقاها فين؟ لقاها في المطبخ. تمام. نمبر 1 بقى يا ولاد بيقول لك وات از هاني لوكينج فور. هاني بيبحث عن ايه؟ ذا واتش الساعه، ذا توي اللعبه، ذا بوك الكتاب، ذا كوك ذا كلوك الساعه ساعه الحائط. طبعا بيبحث عن ايه يا ولاد؟ ذا بوك. وير ديد هي فايند ات؟ اين وجده؟ ان ذا دايننج روم في غرفه الطعام، اون ذا بيد على السرير، اون ذا تيبل على الترابيزه، ولا ان ذا كيتشن؟ طبعا لقاه في الكيتشن. بعد كده وير ديد هي لاست ات؟ اخر مره كان شايفه فين؟ ان ذا دايننج روم، ولا ان ذا ليفنج روم، ولا اون ذا تيبل، ولا ان ذا كيتشن؟ اخر مره شافه ايه يا ولاد؟ اون ذا تيبل. طيب هو ايه سامي؟ مين سامي ده؟ هيز فاذر باباه، هيز كازن ابن عمه، هيز او هانس فريندز، ولا هانس براذر؟ طبعا يا ولاد هانس فاذر ده كان بابا ايه؟ بابا هاني. ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني هيكون المحادثه. كومبليت ذا فولوينج دايلوج. سالم is asking طارق about his visit to Luxor. بيسأله عن زيارة الأيه ولاد للأقصر. بيقول له did you visit Luxor؟ بعد كده قال له I went there by train. يبقى فعلا ايه زارها. يبقى هيقول له ايه؟ هيقول له yes I did. لازم أرى المحادثة كلها الأول. yes I did. الله I went there by train، رحت هناك بالقطار. بيقول له ايه؟ how did you go there؟ كيف ذهبت إلى هناك؟ تبقى how did you go there؟ رحت هناك ازاي؟ سأله سؤال تاني. طارق قال له the train ticket is 150 pounds. التذكرة 150 جنيه. يبقى سأله على ايه تمن التذكرة. how much is the train ticket؟ how much is the train ticket؟ ticket. Where did you stay؟ أين أقمت؟ كنت قاعد فين؟ I stayed in a nice hotel. كنت قاعد في فندق إيه جميل. How was your visit؟ زيارتك كانت عاملة إزاي؟ يعني استمتعت بيها؟ يقول له it was great. او فانتاستيك او وندرفول، اي صفه ايجابيه. السؤال الثالث اللي بيكون القطعه. read the following then answer the questions. my name is لالا. اسمي ليلى. i always have fantastic holidays. دايما بعض اجازات ايه رائعه. last august اغسطس الماضي. when the weather was hot لما الطقس كان حار. we went to the beach near my home in هرجاده. ذهبنا الى الشاطئ اللي قريب من منزلي في هرجاده. my sister mary made this sand castle. اختي ماري صنعت اي قلعة من الرمال. there was a cave. كان في كهف ازروكس وسط الصخور. but Mary didn't want to go into it. ما حبيتش تدخل فيه. ايه تعود على مين؟ على الكيف. because she was frightened. لانها بتخاف. last October اكتوبر الماضي. we visited my uncle. زرنا عمي وعمتي وعمتي and cousins ولاد عمي ان كانوا في القاهرة. we had a picnic in الازهر بارك. ورحنا ايه اتفسحنا او قضينا نزهه فين؟ في حديقه الازهر.
we ate delicious food كان طعام لذيذ. Then we played games لعبنا الألعاب. And my cousin بنت my cousin علي ابن عم علي rode his bike ركب دراجته. When I was 8 لما كان عمري 9 سنوات we went to سيوة ذهبنا إلى سيوة. We swam in the lake عمنا في البحيرة. And climbed the mountain وتسلقنا الجبل. We saw camels رأينا الجمال. And slept in a tent ونمنا في خيمة in the desert في الصحراء. It was an amazing holiday كانت أجازة رائعة أيضا. What is the passage about؟ القطعة دي بتتكلم عن إيه؟ طبعا بتتكلم الولد على إيه؟ ليلى زوريديس أجازات ليلى. هنقول It's about Layla's holidays. What does the underlined pronoun it refer to? It تعود على ايه يا ولاد؟ على الكهف. بنقول the cave. Do you think that they enjoyed their visit to Cairo استمتعوا بزيارتهم من القاهرة؟ طبعا. Yes, I think they enjoyed their visit to Cairo. بعد كده 3 أسئلة اختيارات، يبقى 3 نجاوب عليهم و3 اختيارات. The word frightened means very happy كان سعيد جدا، strong قوي افرد خائف، ولا angry غاضب طبعا، frightened يعني خائف، تساوي افرد برضو يعني خائف. الأزهر بارك is in فين؟ الأزهر بارك في سيوة ولا كايرو ولا هرجادة ولا أسوان؟ طبعا في كايرو. August is a month August ده شهر من شهور ايه؟ winter الشتاء، summer الصيف، autumn الخريف، ولا spring الربيع؟ طبعا ده شهر من شهور ايه يا ولاد؟ الصيف سمر. بعد كده عندنا ولاد سيت الاختيارات نمبر 1 choose the correct answer from A B C or D. A baby bird الطار الرضيع is very it can't fly for many days لا يستطيع ان يطول لأيام عديدة. weak ضعيف poor فقير strong قوي ولا busy مشغول؟ طبعا very weak يعني ضعيف جدا، الطار ايه ضعيف جدا. You can find a lot of books at the not. يمكنك أن تجد كثير من الكتب فين؟ في الهوسبيتال، في المستشفى، بلاي جراوند الملعب، هول الصالة، ولا لايبراري المكتبة؟ طبعا ألاقيها فين يا ولاد؟ في المكتبة. My uncle is very not. He saved the girl from the fire. عم ايه أنقذ الفتاة من الحريق؟ فاني مضحك، سترينج غريب، دينجرس خطير، ولا بريف شجاع؟ طبعا عم شجاع. فوزي thinks that the nut of rice pudding is easy في اعتقاده ان ايه بتاعت الرز بلبن دي سهلة. recycling اعادة تدوير، ريسبي وصفة، رود طريق كاس القلعة طبعا ريسبي يعني وصفة الرز بلبن سهلة، وصفة ريسبي. on a nut weekend I visit my uncle and aunt في ايه نهاية الأسبوع بزور عمي وعمتي. careful حذر، حلو في المتعاون، ولا typical التقليدي أو المعتاد، ولا famous طبعا ايه typical ويك اند اللي هو ايه نهاية الأسبوع المعتاد يعني التقليد بتاعي. My father gives me the instructions بابا اداني تعليمات that can help me to still هيساعدني ان انا ابقى ايه اونلاين سيف امن وورد كوليك انجر غاضب ولا كلر في الملون. طبعا ابقى سيف اونلاين، ابقى امن عبر الانترنت. It children in Uganda go to school not a canoe زورق at ولا for ولا in ولا to بروحوا ازاي يا ولاد؟ طبعا in a canoe في الزورق. My aunt always not me text messages رسائل نصية. always زي مضارع بسيط مع my aunt she يبقى فعل بالاس send sends sent ولا sending؟ طبعا هاخد ايه يا ولاد؟ now it sends. he is very good at good at يبقى بعدها يا ولاد verb ing draw draws drew drawing يعني هو جيد في الايه في الرسم. there is a cheese on the table any some many a lot طبعا يوجد يا اولاد some cheese بعض الجبن.
السؤال الخامس في الامتحان هيكون complete the sentences with the correct form of the words in brackets. Can you helping me please؟ بعد الكان يأتي فعل في المصدر تبقى can you help me please. تمام. بعد كده رقية not sleeps always early. ينفع نجيب ظرف التكرار بعد الفعل؟ لا، بنجيبه قبليه، تبقى always always sleeps. they not study French and math yesterday. yesterday بالأمس، يبقى أنا عايزة حاجة في الماضي، هجيب الماضي من study، تبقى ايه يا ولاد؟ studied. هعزف الواي واحط مكانه اي اي دي. is there some water in the fridge؟ هل يوجد بعض الماء في الثلاجة؟ some بستخدمها في الإثبات والعرض والطلب. طب ده سؤال، مين اللي بستخدمها في السؤال وفي النفي؟ الإني، يبقى إني. ليه استخدمت إني هنا؟ عشان إيه؟ سؤال. بعد كده مواصفات سهلة جدا يا ولاد الامتحان، مواصفات سهلة جدا. وقبل كده السؤال ده كان الكلمة الخاطئة بشيل تحتها خط واحنا نصلحها، لا بس هو السنة دي حطها لك فين بين الأقواس وخلاص. write a paragraph of 80 words عن ايه؟ your family، تتكلم على عيلتك، تتكلم على عيلتك. خدنا الحاجات دي كلها احنا بنشرح المنهج، وفي النسخة المجابة يكون الموضوع برضو يا ولاد مكتوب. شوف بقى ايه الاختبار التاني. exam 2 listen and choose the correct answer from A B C or D. النص بيقول my favorite subject is computer studies، اكتر مادة بحبها مادة الايه يا ولاد؟ الحاسب الآلي. I have it on Thursday، بتكون عندي يوم الخميس. مستر شريف always tells us about how to stay safe online، دايما بيخبرنا ازاي نبقى امنين عبر الانترنت. and we shouldn't tell anyone about our personal information، مش لازم ابدا نقول لحد على معلوماتنا الشخصية. طيب نمبر 1 بيقول لك وات از ذا تيتشرز نيم، المعلم اسمه ايه؟ مستر شريف، مستر وليد، مستر مدحت، مستر علي. طبعا مستر شريف. وين دو يو اوفن هاف كمبيوتر ستادز، عنده امتى؟ الحاسب الالي. اون سانديز، اون ساترديز، اون مانديز، اون ثيرزديز، يوم الخميس. وات ديد ذا تيتشر تيل يو اباوت، المعلم بيقول لهم ايه؟ ستينج هيلث، يبقى صحه. سيندينج ان ايميل، يرسلوا ايميلات. رايتنج ستوريز، يكتبوا قصص. ولا staying saving online، staying safe، ازاي يبقى امين عبر الانترنت؟ staying safe online. what information shouldn't you tell anyone about، ايه المعلومات اللي مش لازم تقول لحد عنها؟ personal، الشخصية، public، العامة، general، عامة برضو، school، مدرسة. طبعا معلوماتك الشخصية personal، اللي هو اسمك ورقم تليفونك، تاريخ ميلادك، مش لازم حد يعرفه. السؤال التاني بيقول لك complete the following dialogue. نهى is asking رنا about her favorite hobby. نهى بتسأل رنا عن ايه هوايتها المفضلة، بتقول لها what is your favorite hobby رنا، ايه هوايتك المفضلة يا رنا؟ مش عارفين، هنكمل. have you read Alice's Adventures in Wonderland، طب قريتي قصة أليس في بلاد العجائب؟ يبقى كده عرفت ان هي ايه ولاد، بتحب ايه؟ بتحب تقرأ قصص الايام المغامرات. يبقى تقول لها reading adventures stories، قالت قصة أليس، قالت لها حاجة I like it so much، حبيتها جدا، يبقى قريتها، هتقول لها yes of course. سري سألت سؤال، قالت لها I think she is a sensible girl، أعتقد إن هي بنت إيه، عاقلة جدا وعقلانية. تبقى تقول لها What do you think of Alice؟ ايه رأيك في Alice؟ I think she is a sensible girl. sensible طبعا سيرة سؤال تاني، هتلاقي it means a person who thinks well، شخص بيفكر جيدا. فهتقول لها what does this word mean، يعني ايه الكلمة دي؟ انا مش عارفة معناها، اللي هي كلمة عقلاني دي. what does this word mean،
هو is the most frightening character in the story. أكتر حاجة كانت أي أكتر شخصية مخيفة في القصة كانت مين؟ تقول لها I think the queen of hearts، ملكة القلوب. السؤال التالت، القطع اللي عليها أسئلة. We don't know how made tea for the first time. نحن لا نعرف ازاي نعمل الشاي لأول مرة. But we have heard and read many stories about that. لكن احنا سمعنا وقرأنا قصص كتير عن ده. Nearly قريبا 5000 years ago، من حوالي 5 سنوات، The king of China، ملك الصين، boiled his drinking water، يعني قام بغلي ايه المياه الشرب، under a tree، تحت شجرة، some of the leaves، بعض الأوراق، fell into the pot، وقعت في الإناء اللي بيغلي في المية ده، when he drank the water، لما شرب المية، he liked the taste very much، فعجبه مذاق المية بورق الشجرة اللي واقع جواها، عجبه المذاق، he thought that the taste came from the leaves، وأدرك أو إيه افتكر إن إيه الطعم الجيد ده والمذاق الجيد جاي من الإيه ليفز الأوراق أوف ذا تري بتاع الشجرة. People drink tea because they think it helps them stay awake for a long time. الناس بتشرب الشاي لأنهم بيعتقدوا إن هو بيخليهم awake، يعني مستيقظين إيه لفترة طويلة. We all know that tea is grown in China and India، كلنا عارفين إن هو بينمو في الصين والهند. Many people like to drink tea with milk، الناس بتحب تشربه باللبن. Others like to have it with lemon، الناس بتحب تشربه بالليمون. When they feel tired، لما يكونوا تعبانين. People usually have tea in the morning and after lunch، الناس بتحب تشربه في الصباح وبعد الغداء. إلى أسئلة. بيقول لك what is this passage about، كده عادي عن ايه هنقول ايه. It's about how tea is discovered، ازاي اكتشفنا الشاي. Do ولا why do you think people usually have tea in the morning، بيشربوا ليه في الصباح؟ قالك because it keeps them، بيجعلهم ايه awake، مستيقظين او فايقين for a long time، لوقت طويل. What does the underlined pronoun it refer to؟ it في القطعة help them stay awake، تعود على مين يا ولاد؟ على الشاي تي. أسئلة الاختيارات. The underlined word nearly means opposite، عكس، almost، معظم، nearby، بالقرب ولا فار بعيد. طبعا تساوي ايه يا ولاد؟ almost. بعد كده most usually أو people usually drink tea with when they are tired، لما يكونوا تعبانين يشربوا الشاي بايه؟ بملك ولا اورنج ولا ليمون ولا ليفز، طبعا بيحط عليه ليمون. تي از جرون ان، بينمو فين؟ جابان، تشاينا، انديا، بي ان سي اللي هي تشاينا والانديا، تبقى عند الاجابه الصح. سؤال اختيارات. Not our sisters or brothers، بيكونوا اولاد او بنات، اخوات بنات او اخوات صبيان. Who are the same age، لهم يا ولاد نفس السن. مين دول اللي هم نفس السن بيكونوا اخوات اولاد او بنات؟ couples الزوجين، doubles اثنين، twins التوأم ولا وينز يفوزوا؟ طبعا twins اللي هما توأم. حبيبة is famous، a famous gymnastic، gymnastics، gym ولا gymnast؟ ها عايزين نقول لعبة ايه؟
لعبة مشهورة طبعا، جيمنست. جيمنست يعني لعبة. Or a note is something you buy to remember a holiday، حاجة بتشتريها عشان تفكرك بالأجازة. سوفينير، هدية تذكارية. فيو، منظر طبيعي. انترفيو، مقابلة شخصية. ولا كرة عربية، طبعا سوفينير يعني هدية تذكارية. How did they know to the castle؟ دي اللي بعدها فعل في المصدر، يبقى arrive ولا reach ولا give ولا get. عايز اقول يصل الى. يصل الى يعني ايه يا اولاد؟ get to the castle، كيف وصل الى القلعة. He enjoyed استمتع فيديو جيمز yesterday. enjoyed ايه يا اولاد؟ ها، he enjoyed يجي بعدها verb by ing، يبقى watching ولا making ولا playing ولا doing. طبعا ناخد ايه؟ playing video games، استمتعوا بألعاب الايه؟ لعب ألعاب الفيديو. هالا always voluntary work at a children hospital، في مستشفى الأطفال. make ولا gives ولا does ولا takes، عايز أقول تمارس العمل التطوعي، تبقى ايه يا ولاد؟ تبقى ايه؟ does voluntary work. it's important to not sleep online، sleep online تنام ولا stand، يقف ولا sit ولا stay، طبعا stay online، sleep online. بعد كده are there papers، بسأل ايه ده؟ سؤال اللي بسأل بيه، عايز اقول هل يوجد اي فلفل؟ اور ان ولا اني ولا صم؟ طبعا ايه؟ اني بيبرز. زي نوت اسوان لاست ويك، عايز حاجه في الماضي عشان عندي لاست. فيزيت، فيزيتد ولا فيزيتنج ولا فيزيت؟ طبعا ايه ولا فيزيتد. وات ار يو فيرب اي ان جي، دو دوينج ديد داز، ده مضارع مستمر، تبقى وات ار يو دوينج، ماذا تفعل؟ Complete the sentences with the correct form of the words. بيقول لك in practice، تعالى هنصحك كلمة تناقص. Does you play football؟ Does you play football؟ ينفع أسأل على الـ you بالـ does، ولا أسأل بـ أسأل بالـ do. Do you play football؟ Do you play football؟ Summer goes often to school by bus. ينفع نجيب الفعل الأصلي قبل الظرف؟ لأ، يبقى often goes. What does your new house looking like؟ طيب هنخليها ايه؟ عندي سؤال بالدس، فهنخلي الفعل في المصدر، يبقى look. look like. بعد كده the spike belongs of مهاب، اسمها belongs to، يعني ينتمي الى مهاب، يعني بتاعت مهاب. to write an email about 80 words to your favorite، about your favorite ايه؟ سبورتس، ستار نجمك المفضل. واعطاك الايميل بتاعك، يور نيم از عمر، انت اسمك عمر، وايميلك اهو، و يور فريند اسمه علي، وادي الايميل بتاع علي. هسيب لكم لينك مراجعة اسفل الفيديو، هيكون فيها يا ولاد الايميل مكتوب. تمام، وبكده يا اولى اعدادي انتهينا من اول حلقة من حلقات الفاينل ريفيجن. كان معانا امتحان متوقعين بإذن الله، استنونا بقى في حلقات المراجعة، هنزل حلقات مراجعة كتير للانجليش، وبرضه هنزل حلقات لباقي ايه المواد. هنتنعمل لايك واشتراك في القناة، تابع على صفحة الفيسبوك عشان يستنى ان شاء الله كل جديد. بتمنى لكم نجاح. البركة معكم ميس هبه رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.